صباح الخير يا سارة. صباح الأنوار ويسعد صباحك وأهلا وسهلا سارة. صدى الحكاية المرة الماضية أخذ كتير ضجة وكتير إجاني أسئلة. سارة جنسيتها فلسطينية؟ لحتى هالقد تأثرت ونزل دموع. قلت لهم لا، سارة جنسيتها باكستانية ولكن فلسطين ليست دولة، فلسطين فكرة، فكلنا فلسطينيين الهوى حتى يعود الحق لأصحابه. فكر لبعيد، فكر لبعيد، لوين؟ فكر لبعيد، هات لنشوف لوين. يلا. لكن مؤخرا بصدور الحكومة، نحن عنا وطلعت تشكلت الحكومة بلبنان، فقام بعض الوزراء بافتتاح التسلم والتسليم بحكايات. حدا حكى حكاية عن الضفدع، وحدا حكى حكاية عن الطائر والغابة، وبعض الآخر حكى حكايات أخرى. فهيدا دليل قديش الحكايات مؤثرة ومهمة، ودليل يمكن هيك قديش حكاياتنا كمان عم تمشي بسياق تفاعلي، يعني حتى على صعيد الوزراء والسياسيين. بس خليني أبشرك، حكايات سارة قصير غير. لنشوف اليوم الحكاية. كرمال هيك رح أحكي هيدي الحكاية لحتى تكون هيك إشارة وإضاءة للعاملين بالشأن العام والعاملين بالشأن الخاص ولحياتنا اليومية. وكان يا مكان بقديم الزمان، كان في مدينة عايشة حياة حلوة وملوك عادلين، بس كان عندهم قانون خاص. شو هيدا القانون بيقول؟ بيقول انه بيختاروا الملك من سلالة معينة. اجبار اللي بيوقع عليه الاختيار انه بده يقبل في حدا هيك احلى منه يعيش حياة ملوك، وقبل ما يوقع عليه الاختيار انه يكون ملك بعيش حياة حلوة كتير ورفاهية عالية. كان القرار انه اللي بيوقع عليه الاختيار اذا ما حكم على شعبه بالعدل بيتم قتله، بس إذا حكم بالعدل شو بيعملوا؟ بعد 10 سنوات من الحكم والحياة الرغيدة والمال الوفير الوفير الوفير، بعد 10 سنوات الملك بيخلص حكمه، بيحكم مدى الحياة، بس ما بيبقى بالمدينة. بياخدوه بموكب مهيب كبير كتير وبيودعوه وبيحطوه بجزيرة بعيدة عن المدينة، جزيرة ما فيها حدا. ملك ورا ملك من هيدي السلالة، والحكاية عم تتكرر. وكان نهار اللي بيخلص من 10 سنين الملك يظهر من المدينة حزين كتير كتير ورايح على حتفه، لأنه الجزيرة اللي رايح عليها معزولة ما فيها شيء. فكان هيدا الملك نهار اللي بيودعوه كان يكون حزين ومكتئب، وكأنه آخر يوم بحياته، كان أسوأ يوم بحياته. ما عدا ملك واحد غير كل الموازين. نهار اللي طلع فيه بعد ما خلصوا 10 سنين طلع فيها سعيد مبسوط، عم بيودعن وهو كتير فرحان وكأنه رايح على حياة جديدة. شو عمل هيدا الملك؟ أول يوم استلم فيه الحكم حكم بالعدل، وكانوا ناس عنده كتير مبسوطين فيه. بس عمل شغلة تانية، كل المال اللي إجا ليصرفوا على حياته كملك بهيدي الحياة وبهيدي المدينة ما صرفوا بهاي المدينة. كان يبعتوا على الجزيرة التانية اللي هو رايح عليها، وشو يعمل؟ بعد فريق كتير كبير نظف الجزيرة كلياتها من الأعشاب الضارة والشجر العالي كتير والأوساخ. بعد فترة بعد فريق تاني شال كل الوحوش الضارية والمفترسة الموجودة على الجزيرة. بعد فترة بعد فريق تاني زرع الجزيرة بالأخضر، بالشجار المثمرة، بالورود. تحولت الجزيرة من أرض قاحلة موحشة لأرض مليانة حياة. بعد فترة جاب فريق جر المي الحلوة على الجزيرة. بعد فترة بعد فريق عمر بيت حلو كتير على الجزيرة، وعمر بقلب الجزيرة كل شي بيحتاجه لحياته اليومية. جهزها ب10 سنين لتصير أرض من أرض قاحلة لأرض مليانة حياة. نهار اللي ودع فيه شعبه
ودعن هو مبسوط وعم يشكرن على هالعشر سنين الحلوين. فاجأ الشعب أول مرة بشوفوا ملك ظاهر من عندن وهو مبسوط. وقف وقال لكل شخص بالحياة سواء كان حاكم أو كان إنسان عادي، لكل شخص فينا وإنت وكل الموجودين، كلنا رح ننتقل على حياة ثانية. قبل ما نروح على الحياة الثانية، يا منخليها أرض قاحلة يا منخليها أرض حلوة ومليانة حياة، يا مننتقل من الدنيا لدنيا تانية ونحن ومبسوطين، يا مننتقل من هاي الدنيا لدنيا تانية نحن وزعلانين. وحتى ونحن وبأرض الدنيا دايما لازم نفكر لبعيد، نفكر لبكرة لبعد بكرة للعشر سنين اللي جايين، لهالبلد اللي نحن عايشين فيه لوين آخدينه، نفكر بحالنا وبأنفسنا لوين رايحين بعد فترة. فكر لبعيد، فكري لبعيد، فكر لبعيد، هي الفكرة اللي لازم دايما تضل على بالنا ما تروح أبدا. واللي بنزرعه اليوم بنحصده بكرة، وبنزرعه اليوم صح نحصده بكرة. الحلو في القصة دائما قصصك بتفتح مجال للآخر. قصتك كانت الحياة الأخرى فيها الجزيرة، ولكن الحياة الأخرى بالنسبة لنا جميعا هي ما بعد الحياة اللي احنا بنشوفها صحيح. الآن صح، اللي بنزرعه اليوم نحصده بكرة. بكرة أحيانا الإنسان بيتعامل مع الحياة وكأنها دائمة إلى الأبد، طولت أو قصرت هي رحلة، وما بتزرعوا فيها بتحصده بعد كده. الملوك اللي قبل هيدا الملك لما كانوا عم ياخدوا المال وعم بيعيشوا هيدا الحياة الرفاهية نسيوا انه في حياة تانية وانشغلوا بملذات الحياة. هيدا الملك ما نسي وضلوا واعي انه صح انا هلأ عايش برفاهية، بس جاي يوم حفل من هالمملكة، يعني حفل من هيدا الدنيا. شكرا سارة، نبهتينا اليوم انه لازم كلنا يمكن نعيد حساباتنا ونفكر لبعيد. شكرا جزيلا على القصة الرائعة، وشكرا يزن كمان على العزف الموسيقى الجميل اليوم.